السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا باشا. كنت بدور على شقة في المنطقة هنا. شقة؟ كنت عاوز حاجة لقطة كده حلوة. شقة؟ ايه يا عم، لو انت حاجة غلط. ايوه شقة. تعمل بيها ايه يعني؟ ايجار يعني؟ لا اشتريها ملك. بس كنت بدور على حاجة لقطة كده. شقة. ايوه شقة. بقول لك ايه؟ والله العظيم انت ابن حلال وجاي في الوقت المناسب. المدام عندي عندها شقة في الشارع اللي ورا هنا، شقة كده، شقة لقطة. الشقة دي تساوي لها 1,000,000 جنيه. أنا هتكلم معاها وأخلصهالك ب 800، بس أهم حاجة ليها الحلاوة. أصلك هي مش هتديني حاجة. مين دي؟ مدام عندي، شقة لقطة. طب أقولك على حاجة، تبقى فلوسك حلال لو أخدت الشقة دي. طب ماشي، أنا فين هي الشقة؟ هشوفها. طيب زي ما أنت هنا هجيبلك المفتاح. مستنيك أهو. ثانية واحدة. لقطة؟ يا نهار أبيض. إيه؟ طب أمك دعيالك لو أخدت الشقة دي. حبيبتي حبيبتي. عايز إيه يا أحمد؟ قوم بس كده، عايز أقول لك على حاجة. أنت مفتاح معاك مفتاح الشقة بتاعت مامتك؟ بتسأل ليه؟ بسأل بس عادي. معايا. طب بص بقى، أنا عايز أقول لك على حاجة. استنى. شنطة الفلوس اهي اللي خدناها من الأستاذ محمد هنا في الأوضة ديت مش أمان. احنا هناخدوها ونحطوها في الدولاب عند مامتك. لا، ما تدخلش ماما في أي حاجة ما أنت بتعملها، مالكش دعوة بماما خالص. يا حبيبتي يا حبيبتي، أمانة عليك، افهمي بس. افهمي، أنا عايز أقول لك على حاجة. احنا هنحط الفلوس فوق الدولاب بس في مكان أمين. بعد كده أول ما نفتحه مصلحة أجيب تناية، أعمل أي حاجة، أفتح فرش منظفات ولا أي حاجة، هناخد الفلوس تمام. وبعد كده بإذن الله لما ربنا يكرمنا هنرجع الفلوس دي لأستاذ محمد. خلي بالك أنا مش كده خالص، خلي بالك. أنت بجد ممكن ترجع الفلوس دي لأستاذ محمد؟ أيوه طبعا، بس ربنا يكرمنا بس ونرجعها له على طول. هو أنت كويس ولا مش كويس؟ أنا مش عارفة. أنت مالك؟ هو ده. صدقيني يا حبيبتي، في حاجة حلوة ولا حاجة؟ مش عارف. صدقيني الظروف هي اللي عملت كده غصب عني والله. يعني أنت هتسرق تاني ولا لا؟ لا. هتبهدلني معاك تاني ولا لا؟ لا لو سمحت، لا لو سمحت، هي كانت غلطة بس. أنا آسف. دماغك كابوس، هي حقك عليا. أنا آسف يا حبيبتي. أهم حاجة بس، ها هي أمك، ها شغالة خدامة من كام لكام؟ 8 الصبح لحد 5. طب مصلحة، يعني عشان احنا عايزين نحط الشنطة من غير ما تاخد بالها، عشان ما تقولكش يا ابني جبت فلوس دي منين وما جبتهاش منين والكلام ده، هو انت عارف. تعالى يا حبيبتي، تعالى تعالى يا حبيبتي، تعالى. عايزه ايه؟ هو هيفضل ماشي ورا نفسي الراجل ده؟ هو مين ده اصلا؟ ست انت مالكيش دعوه، ده الراجل اللي هيجيب لنا الميكروباص، عايز يطمن على الفلوس بس هنحطها فين؟ نعم ايوه افهمي انت، ما يمشي بقى، مالكيش دعوه بقى، امشي. تعالى بقى براحتك يا عم، تعالى براحتك يا عم والله عادي. تعالى انا سايبك براحتك. اصل هي بيني وبينك بتقول لي مش عايزه تبيع الشقه، بس انا عمال ازن عليها. ربنا ما تقلقش ما تقلقش. والله اتفضل يا باشمهندس، اتفضل. هو هيدخل؟ صايم. اتفضل يا باشمهندس، اتفضل. تعالى هنا. هو داخل معانا الشقة يعمل ايه؟ على فكرة هو موجود. ها؟ ثانية واحدة بس، عشان دوت هيجيب له الميكروباص، عايز يطمن على الفلوس، افهمي بقى. الشقة؟ بقول لك ايه؟ انت ادخلي اعمل لنا شاي بس، وما تجيش دعوة بأي حاجة، ما تطلعيش من المطبخ لما اقول لك. يلا بقى. رجع كل حاجة زي ما هي. رايح ما يعرفش بتاعها ولا لا؟ بكل حاجة زي ما هي كده. ما يعرفش؟ هي بس في كام؟ في كام؟ 800,000 جنيه عشان خاطرك. أقول لك على حاجة، تسوى 1,000,000 جنيه. صدقني. بص يا عم، احنا عالم شبعانة. بص بص الفلوس قد إيه؟ احنا عالم شبعانة يا عم. يا عم ربنا يسيدك. احنا مش فارق معانا الفلوس. أنت ماشي بفلوس كده عادي كده؟ يا عم في أي حتة. إيه يا عم؟ ده أشرب بقى قهوة وشاي دول. ربنا يسيدك يا عم. بقول لك إيه؟ ها الشقة دي. هتندم لو ما خدتهاش. عاوز اقول لك على حاجه؟ خلي بالك هي جايبه زبون تاني وليها خيبات من التبعها. لا انا اتفقت معاك واتكلمت معاك اهو. ما انا بحاول ابوظ البيعه عشان تديني 50,000 جنيه. يا عم اللي انت عاوزه. يبقى كده عامله كام؟ 850,000 جنيه. اللي انت عاوزه يا عم، مش هنختلف في اي حاجه. بص بص دي اوضه، تعالى بص. الله ينور عليك. تعالى بس بس كلها في الصالون. تعالى تعالى اوضه اهي. بص هم بس حبه الهدوم هيشيلوها منها بس.
تعال تعال تعال. مش هتطلع منها حاجه؟ هدوم بس يعني؟ يا عم الهدوم بس، ده سلمك كل حاجه بالتلفزيون الكبير ده بكل حاجه. بص وانا في حمام، بص كل حاجه الله اعلم، الاجهزه بكل حاجه، بس انجز السخان بكل حاجه، كل حاجه انجز انجز انجز. اوه ثانيه دي. ها يا عم بقول لك ايه، مشقش بقى خالص يا عم. ده كويسه جدا ما شاء الله. ايه صالح على حاجه فعلا النقطه. بقول لك ايه، هو حلال عليك 50,000 زياده. انت ابن حلال مش خساره فيك، اقسم بالله انت ابن حلال. بص بقى ايه، ها انت الفلوس تجيبها لي بكره المكان ما تقابلنا. حلو الكلام. تروح هنا ولا هناك؟ هناك بقى، اسمع مني. طب خلاص ماشي، هنكتبه العقد وباذن الله اول ما ياخدوا فلوسهم عد 24 ساعه يكونوا فضوا الهدوم منها واستلم شقتك يا معلم. خلاص ماشي. عداد ميه، اه عداد كهربا، فيها غاز هنا؟ غاز طبيعي، فيها كل حاجه. لا ما شاء الله والله العظيم. ماشي. لا الله ينور. تعالى بقى انت بتبص على ايه بقى؟ بص على الدنيا فيها ايه كده؟ يلا بينا. انت فايتها يا باشا؟ كل حاجه كل حاجه. بقول لك ايه؟ خلي بالك. ايه؟ لو ما غيرتش بكره هيبقوا قاعد معايا. لا. تمام. اتفقنا ها؟ اتفقنا. خلاص تمام يلا. عايز حاجه؟ لا اله الا الله. هو بيبص على ايه؟ ايه؟ بيبص على ايه؟ حلوه النجفه دي بصراحه. الله الله يبارك. الله يبارك. عايز حاجة؟ شكرا الله خير. لا اله الا الله. ميعادنا. ماشي يا يلا. بقول لك ايه؟ هو بيعمل ايه؟ استنى بقى. عايز اسمك كامل عشان احضرك العقد. ماشي. ماشي؟ ابعتولي على الواتساب. ايه؟ واتساب. خلاص ماشي. بعد كده صوت البطاقة. خلاص ماشي. يلا. شكرا حبيبي. الله يخليك. جايز لك كل حاجة، أنا مالكش دعوة. ماشي شكرا. لا اله الا الله. أكلمك أنا. أم مصفح. شكرا يا ريس. ايه يا حبيبتي؟ عمال يبص على ايه ده؟ يا حبيبتي افهمني يا حبيبتي، ده اللي هيجيب لنا الميكروباص. انا طب هيجيب لك الميكروباص، بيبص على الشقه ليه؟ بص انا قلت اوريه الفلوس بس اطمعه بس، عشان هو بصراحه بيني وبيني بيقول لي قلقان يعني، فاهمه؟ ماشي يا بس اصلك كمان كنت عايزك انت تمدي اللي انا هدفع الفلوس كلها بتاعت الميكروباص، بس لازم تمدي انت بضمان الشقه دي. نعم؟ انت حالي امتى حادي يا ستي بقى؟ يلا بقى، يلا ابن امك تيجي. انت مش هتشيل الشنطه في الدولاب؟ خلاص ما انا هديها له اهو، هنجيبه من الميكروباص بكره. يلا امضي يا ستي. يلا بس نفضلوا مستنيين كتير. استنى بقى. السلام عليكم. الله يخليك يا باشا، عامل ايه؟ لا لا اتفضل يا باشا، اتفضل بس اتفضل. 8:30؟ 8:30 بالظبط. هو ايه اللي 8:30؟ استنى بس مديش فاهمك حاجة، بكرة الشهر العقاري الساعة 8:30. استنى بس. ماشي يا باشا. 8:30 اللي انت قلت عليه. الله يبارك لك يا باشا. ايه كل الفلوس دي؟ هو جايب لك فلوس ليه؟ 8:30 بس بس. هو ازاي انت هتشيل الميكروباص هو اللي جايب لك الفلوس؟ انت المفروض تديله فلوس. استنى بس ما تستعجليش. باشا يلا بينا. امتى يا باشا؟ ما عاوز اعمل العقد. سيارة بس. ماشي. اتفضل يا باشا. مبروك 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 يا باشا، مبروك يا باشا، ألف 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 مبروك، ألف 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 مبروك، مبروك يا باشا. تبارك فيك. مبروك يا حبيبتي، مبروك. يلا حبيبتي. أنا مش عايز أمضي. يا حبيبتي اسمعي مني بس دلوقتي، دوت هنا انت هتمضي بضمان الميكروباص. حلو. طب ما تمضي انت يعني، لو ما دفعتش فلوس الميكروباص عندك انا كاتبه باسمك انت. يلا يا حبيبتي خد. طب ما تمضي انت وخلاص يا اخي، انا خايف عليك. يلا يلا حبيبتي يلا. ماشي ماشي يا باشا. ماشي يلا يلا. ماشي ماشي يلا. الله اكبر عليك، كمان واحده. ايوه لا بس كده بس. استبر فيك استبر فيك، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. شوف خير يا رب دايما، ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك لك يا رب. عايز اي حاجه؟ ربنا الله يخليك. 24 ساعه بالظبط مستني الشقه، فضوا الهدوم منها واديك تليفون تكتب. مفيش مشكله. 24 يعني بكره العصفيره دي اللي عندك؟ لا الظهريه. الله يبارك. لا اله الا الله. عايز حاجه؟ ما زعلتكش في حاجه. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. يلا ماشي. عايز حاجه يا باشا؟ السلام عليكم. مبروك مبروك.
24 ساعة عليا. والله بارك لك الله فيك. الله يخليك. طريق ايه اللي بتقول عليه ده؟ آه بس شقة لقطة بصراحة، لقطة والله لقطة. طلع دي آخر مرة وحياة أمك سامعيني، وإن خفتك تاني سيبيني، عهد عليا وصوت كله ما أشوف غيرك صدقيني. أيوة أنت حبيبتي القلب والباقي يركن على جنب، سامحيني يا أطيب قلب، ودي أحلى هدية عشانك ويخليك ليا يا رب.